حضر سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه الاحتفال الذي نظمته وزاره الخارجيه في فندق الخليج اليوم بمناسبه اليوم الدبلوماسي وذلك بحضور عدد من اصحاب المعالي والسعاده رؤساء البعثات الدبلوماسيه لمملكه البحرين في الخارج وكبار المسؤولين في الوزاره ورؤساء القطاعات والادارات وعدد كبير من موظفي الوزاره من دبلوماسيين واداريين. وفي بدايه الحفل القى سعاده وزير الخارجيه كلمه اعرب فيها عن تشرفه واعتزازه بنقل تحيات حضره صاحب الجلاله الملك حمد. بن عيسى آل خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتقدير جلالته للجهود المخلصه والدور البارز البناء الذي يقوم به منسوبو الوزاره لتنفيذ السياسه الخارجيه لمملكه البحرين وتحقيق اهدافها الساميه وتمنيات جلالته الطيبه للجميع بالتوفيق والسداد في اداء المهام الدبلوماسيه التي يطالعون بها بكل ولاء ووفاء واخلاص وكفاءه عاليه وقال سعاده وزير الخارجيه ان وزاره الخارجيه بكافه منسوبيها تحتفل بكل الفخر والعرفان باليوم الدبلوماسي لمملكه البحرين المصادف للرابع عشر من شهر يناير من كل عام والذي خصصه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم يده الله تقديرا من جلالته لعطاء الدبلوماسية البحرينية وجهود كوادرها من دبلوماسيين وإداريين العاملين في مقر الوزارة والبعثات الدبلوماسية في الخارج ورفع سعادة وزير الخارجية اسماء آيات الشكر والتقدير والامتنان الى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والى صاحب السمو الملكية الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما تلقاه وزارة الخارجية ومنسوبوها من دبلوماسيين واداريين من دعم واهتمام ومساندة. واعرب سعادة وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تهانيه لجميع العاملين في الوزارة من دبلوماسيين وإداريين مشيدًا بجهودهم المشهودة لأداء المهام والواجبات المناطة بهم مثمنا الدور البارز والمهم الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في الخارج بقيادة أصحاب المعالي والسعادة السفراء والقناصل مؤكدا أن جهودهم جميعًا هي محل تقدير القيادة الحكيمة ومتابعتها. واكد سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ان وزاره الخارجيه ستواصل السير على النهج الحكيم لجلاله الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتوجهات الحكومه برئاسه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لترسيخ علاقات الاخوه والصداقه مع الدول الشقيقه والصديقه وتعزيز علاقات التعاون الثنائي معها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركه. ويعزز مكانة المملكة ودورها الاقليمي والدولي في اطار التفاهم المتبادل والتعاون المشترك وما تنص عليه المواثيق والقوانين الدولية. ثم قدم سعادة وزير الخارجية إجازا حول الخطة الاستراتيجية لوزارة الخارجية بما تتضمنه من محاور متعددة تستهدف تطوير الأداء والارتقاء بالعمل الدبلوماسي وتنمية التعاون الثنائي مع مختلف دول العالم. ثم قام سعادة وزير الخارجية بتكريم عدد من الموظفين الدبلوماسيين والإداريين ممن تميزوا في أدائهم في العام 2022 ميلادية وأسهموا في تطوير الأداء وتحسين الإنتاجية لا شك ان دبلوماسيه مملكه البحرين دبلوماسيه لها وجود ولها تاريخ وتتمثل في اسس واركان ارساها الاجداد والاباء وفي العصر الحاضر وفي فترتنا هذه الراهنه نجد ان الدبلوماسيه خطت خطوات كبيره في عهد سيدي صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسي ال خليفه ملك مملكه البحرين معظم حفظ الله ورعاه وكذلك بمسانده سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه. دبلوماسيه مملكه البحرين دبلوماسيه عريقه وليست وليدة اليوم وانما هي وليدة تراكم اجيال وتراكم خبرات. لقاء هذا الجمع من السفراء مملكه البحرين في خارج في الخارج مع اصحاب السعاده الوزراء والمسؤولين في الدوله. لكي نطلع على برنامج الحكومة ونطلع على المشاريع المنفذة في مملكة البحرين وكيفية عمل الربط بين السفارات وبعثات مملكة البحرين في الخارج وهذه الوزارات وكانت أيضا فرصة لمناقشة الأفكار والأمور السياسية والاقتصادية في العالم بشكل عام هذا المنتدى بشكل الجديد أعتقد أن نقلة كبيرة بالنسبة للعمل الدبلوماسي في مملكة البحرين والان نحن في مرحله تطوير العمل خاصه مع النهج الجديد لسيدي جلاله الملك باقامه علاقات سلام وعلاقات تعاون مع جميع دول العالم